لحارس المرمى محمد العربي حارس مرمى فريق فاركو، هل هو خرج بها خارج منطقة الجزاء؟ لقطوا حكم اللقاء ادى ركلة حرة، ركلة حرة لمصلحة فريق وادي دجلة. ادي كورة مرة تانية، وادي العربي يعني سرح كده شوية، خرج بيها فعلا، خرج بيها يعني هو نسي نفسه في الكورة اللي فاتت. هل افتكر؟ هو افتكر انها تخطت خط المرمى، يعني هو فعلا افتكر كده، كان بيشاور على